دورة استثنائية من أجل نقطة فريدة التي توصلنا من عند سيد الوالي بها، هي إحداث مجموعة جامعة الغفران من أجل تدبير مقبرة الغفران. طبعا المجلس كله يجمع على أن الوضعية كارثية ديال مقبرة الغفران، ما يمكنش تبقى على هذا الوضع. اليوم هذا الإحداث ديال المجموعة من أجل استكمال القانوني ديال الإحداث ديالها. طبعا جميع الجماعات الخمس المنضوية تحت لواء هذه المجموعة سوف يمرون بدورات استثنائية من أجل الإحداث. أبخي الإحداث قرار زي السيد وزير الداخلية اللي غادي يعين المنتدبين اللي ديجا صوت عليهم المجلس. في انتظار الإحداث هناك لجنة مؤقتة اليوم التي تسهر على تدبير هذه المرحلة الانتقالية، يترأسها عامل الديونة وأعضاء ديالها الولاية وجماعة الدار البيضاء. طبعا اعطينا العمل الدار البيضاء البيئة من أجل تدبير هذه المرحلة الانتقالية اللي غادي خصنا نسهروا عليها ونوقفوا على تدبير هذه مقبرة الغفران بكيفية جيدة. طبعا غادي تبقى مرحلة ثانية اللي هي مرحلة ديال إعادة تأهيل مقبرة الغفران بعد واحد مجموعة ديال الاختلالات، يعني الأرض ديالها، الحالة ديال المقابر، الإضاءة، الإنارة العمومية ديالها، فهذا الشيء كله غادي يخصو العود التأهيل ديالو. غادي احنا في دراسة أولية باش نعرفوا الميزانية المرصودة، وإن شاء الله غادي نوجدوا هذه الميزانية باش نأهلوا مقبرة ديال الغفران، خصوصا أن مدة الصلاحية ديالها مازال يمكن لها تبقى سنتين أو ثلاث سنوات أخرى، وطبعا الزوار ديالها راه كيبقاو سنوات وسنوات، وبالتالي خصها تكون في يعني تستحق كل العناية من طرف المجالس الخمس. خصوص الماء وضعية الماء في الدار البيضاء، أكدت على وضعية الماء، ويعني تعمدت نشير له طبعا بعد الخطاب السامي اللي نص عليه صاحب الجلالة نصره الله على وضعية الماء في المغرب بعد سنوات الجفاف. فاليوم الدار البيضاء هي الأخرى تعرف واحد الوضعية مقلقة من ناحية هذا الإجهاد المائي. طبعا غادي خصنا تدابير اللي قمنا بها الحمد لله، لان كنا في هذا يعني الاشهر الاخيره قمنا بهذا الربط السريع ديال الماء من بورقراق باش يمشي المنطقه الجنوبيه ديال مدينه الدار البيضاء باش ما تعرفش انقطاع، والحمد لله تمكننا على اننا في ظرف 4 أشهر نجزوا هذا الربط اللي كان جد مهم، وهو اليوم اللي اليوم كيوصل الماء ديالو كيوصل المنطقه الجنوبيه ديال مدينه الدار البيضاء. اكيد اللي هو اليوم كان عينو نسينوه حتى هو باش نربطوا القنوات من جرف الاصفار باش يجي للدار البيضاء في اطار اتفاقيه مع لو سي بي، هذا حتى هي كان سينوها، ويعني الانجاز راه وصل تقريبا 90%، يعني كان سينو لهاد الشهرين اللي جايين ان شاء الله باش يمكن نبداو نستغلوا هاد المياه. ايضا في انتظار ذلك هناك اجراءات اللي قمنا بها، طبعا اولا تحسيس المواطنين، ثانيا النقص من الصبيب، يعني راه في الليل كتحسوا على ان الصبيب كينقص شيئا ما ب 10%. اكيد عندنا استهلاك مهم خلال فتره الصيف، وهنا خصنا نديروا ترشيد استعمال الماء. من ناحيه السقي مازال كنأكد على ان الارساليات اللي لذاك مشاو لمنع السقي المساحات الخضراء داخل مدينه الدار البيضاء بالماء الصالح للشرب، في حين ان شاء الله تحسن الوضعيه. اليوم اللي اكيد هو انجاز بسرعه محطتين مهمتين، وحده في العنق وحده ديال مديونه، من اجل سقي المساحات الخضراء، لان حتى هي مهمه وحتى هي خصنا نحافظوا عليها. اليوم المشاريع الاثنين هما في طور الانجاز باش نبداو نستعملوا هاد المياه، تدوير المياه العادمه، لان هناك نورمالمون كانت كتمشي للبحر، واليوم ان شاء الله غادي نوليو نسقيو بها المناطق الخضراء ديال مدينه الدار البيضاء. خدينا على العاتق ديالنا على اننا نوصلوا 5 أمتار إلى 10 أمتار لكل مواطن بيضاوي في الدار البيضاء. اليوم يلا عندنا مترو، فحتى هذا راه كيدخل في اطار التحديات. هناك الاعيون، الدار البيضاء معروفه بالعيون ديالها اللي كان الماء حتى هو للاسف كيمشي في البحر. اليوم هناك اشغال اللي هي جاريه ديال اعاده ربط هاد الاعيون بالمساحات الخضراء، العين ديال عين دياب والعين ديال سيدي عبد الرحمن الاشغال قائمه، وجايه العين ديال البرنوسي حتى هي اللي مهمه ديال عين سبع لان فيها صبيب جد مهم، وبالتالي يعني هادو اجراءات جد استعجاليه. هناك ايضا تم اختصاص واحد مجموعه ديال الشركات اللي كيخدموا بالماء،
على ضرورة أن يكون عندهم الستيب ديالهم لإعادة تدوير المياه داخل المصانع بمدينة الدار البيضاء، وتم جرد واحد اللائحة وصفتنا لهم إنذارات الناس اللي كيستعملوا المسابح ديالهم داخل البيوت ديالهم على ضرورة الحث على أن تعمر مرة في العام ويتم التدوير ديالها. والسلطات مشكورة كتقوم بالعمل ديالها، ويعني مشينا لواحد الإجراءات جد مهمة، وبالتالي يعني كنا اليوم متحدين لا منتخب ولا سلطات من أجل ترشيد الماء داخل مدينة الدار البيضاء. وكنظن حتى أنتم خصكم تعاونونا، لأن راه إلا نقص الماء عند واحد راه كينقص عند الجميع. وشكرا.